دكتور منير الغزوي، عجز الميزانية هل هو أمر مقلق؟ ليتك تطلعنا على وضعه الآن، وكيف يجب أن ننظر إلى هذه المسألة، وما رأيك في التوقعات التي تشير إلى تقليص هذا العجز في الفترة المقبلة؟ هو في الحقيقة سابق الأوان، يعني الحديث على العجز ديال الميزانية في هذه الفترة الأولى، يعني من سنة 2024، حيث أن اليوم كاين مؤشرات ديال يعني تحسن ديال الاقتصاد الوطني، كاين مؤشرات ديال تحسن. كم هو المعطيات المتعلقة بعجز الميزانية اليوم؟ ما هي الأرقام دكتور؟ بطبيعة الحال يعني لحد الآن ما عنديش رقم يعني اللي هو مضبوط، ولكن أنا كنعتقد هو سابق الأول، لأن اليوم حنا في يعني الجزء الأول أو الفصل الأول من السنة ديال 2024، وكاين المعطيات كتحدث اليوم على انتعاشة اقتصادية، انتعاشة ديال الصادرات، انتعاشة سكتو ديال الصادرات ديال الصناعية، كاين كذلك اليوم نسبة التغطية ديال الواردات يعني ديال الصادرات للواردات ارتفعت، وبالتالي كنعتقد كاين بالعكس انتعاشه يعني في الميزانيه. كاين عندنا اليوم كاين عندنا يعني واحد المخطط ديال يعني ديال الضرائب اللي هو واضح اليوم، يعني الاداء ديال مصلحه الضرائب في المغرب هو متطور، واليوم بالعكس كاين هناك مراقبه وثيقه يعني النظام الضريبي المغربي، وبالتالي كنعتقد ان اليوم سابق الاوان، سورتو ان عندنا هذا المؤشر. بطبيعه الحال كاين عندنا يعني انكماش ديال النشاط الفلاحي، وهذا نتيجة يعني التقلبات يعني المطرية وديال الفترة ديال الجفاف اللي عاشها المغرب، رغم أن بعض المناطق في الآونة الأخيرة استفدت سورتو الساحل ديال سوس، الساحل ديال لوكوس، والساحل ديال الغرب اللي اليوم يعني غادي يكون عنده واحد المساهمة في إنتاج الحبوب، رغم أن المندوبية السامية للتخطيط شرط أن نسبة ديال المساحة المزروعة من الحبوب مثلا غتقلص بالنسبة ديال 42%، وهذا غادي يأثر على المنتوج الفلاحي ومساهماته في الناتج الداخلي الخام. وكنعتقد أن هذا الشيء بموازاة ديال الانتعاش في يعني في الخدمات وفي يعني في الاقتصاد ما غاديش يسبب لنا كبير في عجز ديال الميزانية، سيبتو أن اليوم المغرب كاين حكامة وفي ترشيد يعني ديال النفقات، وبالتالي اليوم فقط خصنا يعني نثقوا يعني في التدبير ولا في الحكامة ديال الاقتصاد ديال المغربي، وكذلك نعزوا هذه الانتعاشة، نعزوها بطبيعة الحال بالتسريع ديال المخططات الصناعية والتطبيق السليم ديال الميثاق الجديد للاستثمار. سنعود إذا تفضلت إلى هذه النقطة، ولكن أريد أن أستمع إلى دكتور بوغشي، كيف تنظر إلى عجز الميزانية؟ هل القلق الذي يعبر عنه البعض من الدين العام هو مقلق في حالة المغرب؟ صحيح بان تصدر اشاره اولا بان عجز الميزانيه هو امر يعني جاري بالعمل على المستوى الصعيد الدولي، فلما تحدث عجز الميزانيه حتى الدول الاكثر تقدما بما فيها امريكا مثلا التي يضرب بها المثل، فهي يعني تعيش عجزا على مستوى الموازنه، كذلك بالنسبه للدول الاوروبيه يعني كلها. عندك معطيات فيما يتعلق بعجز الميزانيه في المغرب دكتور؟ نعم، الإشكال فقط هو حجم هذا العجز، يعني وهل هو متحكم فيه أم غير متحكم فيه. فحاليا على مستوى يعني مقتضيات قانون المالية لسنة 2024 يعني تم حصر يعني عجز الميزانية في حدود تقريبا 4.5%، وهو تقريبا نفس النسبة التي كانت يعني على مختلف السنوات الماضية، وبالتالي بشكل أو بآخر هناك يعني تحكم في هذا العجز، وبالتالي حتى على مستوى المديونية. عندما تقول المؤسسات الدولية أن هذا العجز سيتراجع بنصف 3% في 2027، هذه الأمور إرهاصات تدعو إلى التفاؤل دكتور؟ طبيعي بأن هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه بشكل أو بآخر هناك سياسة للتحكم في العجز، وهذا ناتج عن الإصلاحات المرتبطة خاصة في الشق يعني الإصلاح الضريبي، وما يعني يعود به من عائدات على ميزانية العامة، وبالتالي يعني أنت متخصص في هذه النقطة الأستاذ حسن بوغاشي، كان هناك جلسات، كان هناك حوار وطني فيما يتعلق بإصلاح منظومة الضرائب، في أين وصلنا في هذا الورش، وهي من الإصلاحات الكبرى كذلك دكتور؟ طبيعي بأن كما قلنا بأن ورش الإصلاح الضريبي كان منذ سنوات، ولكن مؤخرا يعني تحدث عن آخر مناظرة هي المناظرة الوطنية الثالثة للإصلاح الجبائي اللي كانت سنة 2019،
والتي تمخضت عن مجموعة من التوصيات جد متقدمة، بالإضافة كذلك إلى وضع الأساس للقانون الإطار للإصلاح الجبائي الذي يضع لنا الفلسفة العامة أو التصور العام للإصلاح الضريبي في أفق 2026. وبالتالي من خلال يعني قوانين المالية المتعاقبة لهذه السنوات الماضية، كل سنة نجد أن مجموعة من التدابير ذات بعد ضريبي يعني تصب في جانب يعني محاولة تنزيل تدريجي للتوصيات المناظرة الوطنية للإصلاح الجبائي وللخطوط العريضة هنا نتحدث. ولكن تبقى إشكالية كبيرة دكتور فيما يتعلق بالاقتصاد غير المهيكل، وأنت تعرف أن هذا يضيع الملايير على المغرب. طبيعي، ولكن بالعودة لهذا، بالعودة لهذه المعضلة، بأن هذه المعضلة ليست الحل ديالها ليس بين ليلة هو مسار في الإصلاح. وبالتالي مثلا بالعوده الى مقتضيات الضريبه لسنه 2024 التي جاء بها قانون سنه 2024، نجد ان هناك مجموعه مقتضيات يعني تراكميه بالاضافه للتدابير التي تم اتخاذها في السنوات الماضيه التي تهدف الى محاربه القطاع غير المهيكل. وبالتالي هنا يعني السياسه يعني ممكن انها ذات محورين، يعني على سكتين، سكه التحفيز حيث ان الدوله غالبا ما تشجع يعني تضع مجموعه من التشجيعات للمشتغلين داخل القطاع غير المهيكل من اجل يعني الدخول للقطاع المهيكل وبالتالي التصريح بذواتهم لدى المديريه العامه للضرائب. بالاضافه كذلك عام التدابير مثلا على مستوى سنه 2024 قانون المالي سنه 2024 انه جاء بتدبير الذي يحتم مثلا على مستوى الضريبه على القيمه المضافه الحز من المنبع، وبالتالي اي شركه مثلا تتعامل مع شركه اخرى من خلال يعني الخدمات الى غير ذلك، وبالتالي لا تتوفر على شهاده يعني الوضعيه الجبائيه السليمه يعني صالحه لمده 6 اشهر، وبالتالي فان عند الاداء ان الشركه التي ستؤدي الى ذلك المبلغ هي مجبره بحز من المنبع لمبلغ الضريبه على القيمه المضافه ولا تؤديه لتلك الشركه التي لا تمتثل الى تصريحاتها الضريبيه بشكل يعني سليم. وبالتالي هناك مجموعه من التدابير التي من شانها ان تحد بشكل او باخر من القطاع. طيب. بالاضافه نقطه اخيره في هذا الجانب ان سمحتي، هو النقطه المرتبطه بمحاربه الفواتير الوهمية، وبالتالي هذه التدابير من شأنها أن تحد من إمكانية شراء الفواتير التي تبقى معضلة داخل اقتصادنا الوطني وتعزز يعني هامش القطاع الغير مهيكل. هذا بالإضافة إلى الجانب ديال دفع الأشخاص إلى التصريح بذواتهم، وبالتالي تضييق يعني هامش المناورة على هذا القطاع، وبالتالي إخضاعه إلى القوانين على غرار باقي القطاعات التي تحترم المقتضيات القانونية جريمة العمل. طيب، الموجز اللي أصدرته المندوبية السامية دكتور الغزوي يشير إلى تباطؤ النمو نحو نتحدث عن 2.7%، كيف سيؤثر هذا على التشغيل؟ والتشغيل تعرف تحدي كبير كذلك عندنا في المملكة. أكيد اليوم في المغرب يعني المعضلة ديال البطالة والمعضلة ديال التشغيل، سورتو من بعد التداعيات ديال كورونا، من بعد ديال هذا الانكماش الاقتصادي اللي عرفوا المغرب بهذه السنوات، سورتو التأثر ديال الفلاحة لأن كنعرفوها أكبر مشغل سورتو في العالم القروي، فهذه المعضلة كتبقى يعني كبيرة، وبالتالي فنسبة النمو هي مؤثر بشكل إيجابي، وهي كتعني واحد العدد ديال فرص الشغل اللي خصها تخلق بالموازاة مع كل يعني نقطة كنربحوها بهذه نسبة النمو. وبالتالي أنا كنعتقد اليوم هذا يعني التباطؤ هو كاين تحسن، ولكن النسبة ديال الارتفاع ديال نسبة النمو هي متباطئة، وهذا نتيجة لمجموعة من المؤشرات اللي كنعرفوها اللي مرتبطة بجزء منها بالسياق العالمي وجزء منها بالسياق الخاص بالمغرب، سيرتو بالوضعية الفلاحية ويعني والتوالي سنوات الجفاف واللي يعني بطبيعة الحال كتأثرنا على يعني نسبة النمو في المغرب بشكل اللي هو ملحوظ. وبالتالي انا كنعتقد اليوم يعني كاين واحد ارتفاع طفيف، وبالتالي غادي يكون تحسن ديال نسبه الشغل. اليوم خصنا فقط نركزوا على واحد الشيء اساسي، اليوم خصنا يعني الشغل اللي هو لائق ومستدام في المغرب، وبالتالي فهذا التحدي هذا هو مطروح، لان المؤشرات حتى اللي كتجي بهم اليوم وزاره الشغل في المغرب فكتعطينا مؤشرات ديال العمل اللي مرتبطه حتى بداك العمل اللي هو موسمي ماشي دائم، وبالتالي ما كيكونش الشغل لائق، ما كيكونش الشغل فيه حقوق اجتماعيه في بعض الحالات، وهذا هو علاش اليوم المغرب كيعزز هذه المنظومه ديال الحمايه الاجتماعيه، وكيعزز يعني هذا الاحترام ديال حقوق الاجراء
وبالتالي فالحوار الشبابي حنا كنشوفوه اليوم هو من بين الاليات ديال تعزيز الاهتمام بهذا الجانب هذا ديال الحقوق الاجتماعيه، وكذلك من بين الاليات ديال يعني تحفيز التشغيل والرفع من حافزيه التشغيل لدى سيغتو القطاع الخاص وكذلك لدى المؤسسات ديال الاقتصاد الاجتماعي اللي حتى هي اليوم بدات كتفرض راسها كمشغل اساسي في المغرب للجمعيات التعاضديات ولا التعاونيات اللي اليوم كتساهم واحد النسبه كبيره. فطبيعه الحال اليوم هذا التباطؤ انا كنعتقد هو غادي يعطينا واحد يعني واحد العدد لا باس به رغم ذلك من فرص الشغل، التحدي هو تكون مستدامه وكتحترم يعني الحقوق ديال الاجراء، كتحترم حقوقهم الاجتماعيه، كتحترم انهم يستافدوا من التغطيه الصحيه، وكذلك يكونوا كيندمجوا في اطار يعني هذا المخطط. وهذه دعوه للقطاع الخاص باش فعلا يرفع من الاداء ديالو ومساهمته في هذا المجهود الوطني وفي هذه المبادره الملكيه ديال التغطيه الصحيه باش فعلا يكون نربحوا نقاط اكثر، لان اليوم بغينا المغرب ما يكونش غير انتعاش اقتصادي ما كيحش بها المواطنين، لان اليوم غير مثلا في التضخم فالمؤشرات كتقول كاين انخفاض في التضخم ولكن الاحساس ديال المواطن المغربي، فالاحساس المواطن المغربي كيحس ان كاين تضخم لان كاين اسعار مرتفعه، رغم ان مقارنه مع يعني الفتره السابقه من نفس السنه ولا السنوات المقبله كاين ارتفاع اليوم طفيف ديال 1.2% في المواد مثلا الغذائيه، وبالمقابل كانت كترتفع نفس 7.7%، ولكن هذا التحسن خصنا نعزوه اكثر بان نخرطوا في صيروره الانتاج في صيروره ديال التشغيل، وكذلك فان هذا الحوار الاجتماعي اللي اليوم كاين في المغرب يعطينا واحد ارتفاع ديال الاجور اللي كترفع لنا القدره الشرائيه ديال الطبقه سيغتو المتوسطه ولا الشباب. طيب هذه النقطة مهمة يشير لها الدكتور الغزوي، أريد أن أتوقف عندها الدكتور بوغاشيم، ارتفاع الطلب الداخلي كيف سيؤثر كذلك على أداء الاقتصاد؟ صحيح بأن ارتباط بالطلب الداخلي يعني يبقى أحد الدعامات الأساسية التي يجب التركيز عليها من أجل يعني تحسين يعني معدلات النمو، ولكن ارتفاع يعني الطلب الداخلي مرتبط كذلك بمؤشرات أخرى. طبيعي لان فقط كما هذه قلت فقط يعني فقط يجب التعامل معها بحذر. نعم يجب التعامل معها بحذر. لماذا؟ لان مثلا من خلال المعطيات الراهنه التي اتت بها المندوبيه الساميه للتخطيط المرتبطه بالانتعاش المرتبطه بارتفاع الطلب الداخلي، لكن في هذه الفتره طبيعي لانه بالتزامن مع حلول شهر رمضان في الفترة الأولى يعني الثلاث أشهر الأولى من السنة، وبالتالي طبيعي بأن تعرف يعني انتعاش الطلب الداخلي، لأن الإشكال الذي يرتبط بالطلب الداخلي في هذه المناسبات هو أنه المواطن يجد نفسه مدفوعا إلى الاستهلاك ولو كانت إمكانياته محدودة، لأن هنا نتحدث أن الحاجة أم النفقات بشكل أو بآخر، وبالتالي هنا نتحدث عن هذه يعني الخاصية المرتبطة برمضان التي دفعت إلى التحسن في الأداء، وكذلك نجد أن المندوبية أشارت بأن حتى في الثلاث أشهر المقبلة يعني الفصل يعني المقبل يعني الثلاث أشهر المقبلة ستعرف بعض التحسن، ولكن كذلك يجب ربطها كذلك بالجانب المرتبط بعيد الأضحى كذلك، وبالتالي حتى لا يكون الطلب هو رهين يعني مناسبات يعني عابرة يجب التفكير في تحفيز الطلب الداخلي من خلال كما أشار الأستاذ إلى تحسين الدخل الفردي والدخل الأسر، وذلك من خلال أولا تحسين أوضاع الأجور بالنسبة للأجراء، ونحن مثلا في هذه الفترة يعني فترة فتح الحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى إصلاح يعني المرتبط بالضريبة على الدخل خاصة الضريبة على الدخل المرتبطة بالأجراء، هذا بالإضافة كذلك إلى إعادة النظر اسلوبنا يعني على مستوى التحكم في الاثمنه، لاننا لما نتحدث عن التضخم يجب ان المندوبيه الساميه تتحدث عن تباطؤ نسبه التضخم ولا تتحدث عن تراجع التضخم، ولما نتحدث عن تضخم يعني هنا استمراريه التضخم في التطور، وبالتالي انه من ضمن الاسباب التباطؤ تقول بان هناك يعني استقرار نسبي للاسعار، ولكن ان الاسعار قد استقرت في تلك النسبه الراهنة الأصل هي مرتفعة، وبالتالي ليس هناك تراجع للأسعار، هذا بالإضافة إلى الإشكال المطار على مستوى يعني استمرار ارتفاع أسعار المحروقات خاصة الغازوال. لماذا؟ لأن لازلنا يعني تحولنا من دولة يعني تقوم بتكرير يعني استيراد يعني الخام،
وتكريره محليا لتقليص تكلفته الى دوله يعني مستورده لغازوال المصنع، وهذا رفع من تكلفته، وبالتالي يثير التساؤل من جديد ما جدوى استمرار اغلاق محطه لاسامير، وبالتالي ضروره اعاده التفكير في هذه الاشكال من اجل فعلا خفض التضخم. بالاضافه كذلك لما تحدث عن التضخم في هذه الفتره خاصه مرتبطه برمضان، نجد ان الحكومه اخذت احد الاجراءات التي ساهمت بشكل ولو نسبي في الحد من ارتفاع الاسعار المرتبط بتقليص او منع يعني تصدير بعض المنتجات الضروريه الخوف المواطنين المغاربة، بالإضافة كذلك إلى فتح يعني استيراد مجموعة من المنتجات من الخارج، ولكن هذه التدابير تبقى تدابير يعني طيب ممكن مؤقتة وترقيعية لا يمكن التعويل عليها، لأن حاليا مع الأسف خاصة على مستوى المواد الفلاحية صرنا نستورد تقريبا كل مستلزمات الفلاحة بداية من البذور ومرورا إلى يعني المواد معالجة هذه المواد الكيميائية لمعالجة هذه المنتجات الفلاحية، مرورا مع الأسف نحن على أبواب عيد الأضحى أن نتحدث عن استيراد حتى القطعان من الماشية، لأن في القديم كنا نستورد قطعان الماشية من أجل تحسين النسل على مستوى القطيع الوطني، ولكن الآن صرنا نستورد يعني القطعان من أجل الاستهلاك على مستوى اللحوم، وهذا يذوق نقص الخطر لأن طيب واضح تماما دكتور الغزوي، هناك اليوم توجه نحو توسيع القوة التصديرية للمملكة، وأريد كذلك أن نركز على المشاريع واسعة النطاق المتعلقة بالمظاهرات الدولية، نتحدث عن كأس أمم إفريقيا التي ستستضيفها المملكة إضافة إلى كأس العالم كذلك، هذا كيف سيؤثر كذلك على أداء الاقتصاد وعلى المداخيل العامة للدولة المغربية؟ بطبيعة الحال اليوم المغرب كنعرفوا أن عنده مجموعة من المخططات، أولا بعد المخطط ديال السياحة، المخطط ديال التسريع الصناعي، المخططات ديال تأهيل البنية التحتية ديال المغرب في مختلف المجالات، لا في الطرق لا في الموانئ لا في المطارات، وكذلك المخططات اللي هدفها يعني التطوير وتنويع الخدمات في المغرب، وهذه كلها مخططات كنعتقد الهدف منها هو نأهلوا المغرب باش يستافد من هذا يعني من هذه التظاهرات اللي هي تظاهرات مهمة، سيغطوا كأس العالم، كأس العالم للأندية، مجموعة يعني من التظاهرات اللي اليوم المغرب يعني أصبح محتضن لها، سيغطوا اللقاءات ديال الأمم المتحدة، اللقاءات ديال مجموعة من المنظمات العالمية اللي اليوم كتشوف المغرب كوجهة لها باش تنظم هذه المنظمات وباش يعني تاخذ قرارات يعني مهمة يعني في مستقبل العالم. وبالتالي انا كنعتقد اليوم المغرب عنده واحد التحدي، لان اليوم ما كيكفيش ان نجيب فقط هاد التظاهرات اللي هي كبيره من يعني من شاكله ديال كاس العالم، ولكن خصنا يعني يكون عندنا واحد المخطط يعني سيغطو للرفع من قيمه الخدمات وتجويدها، وكذلك من يعني من تاهيل البنيه التحتيه بالشكل اللي هو المطلوب باش فعلا المغرب يستافد من التظاهرات بالشكل اللي هو لافت. كذلك خصنا نبذلو واحد المجهود كبير يعني في اننا نسوقوا المغرب كوجهه مثلا سياحيه، كوجهه ديال الخدمات، كوجهه عندها واحد التفرد ثقافي، واحد يعني واحد المميزات حضاريه واجتماعيه اللي مهمه، وهذا يعني كذلك دكتور منى بطبيعه الحال، وهذا مجهود ماشي غير ديال الحكومه، فالمجهود اللي هو جماعي ديال جميع المؤسسات ديال المواطنين كذلك اللي خصنا نساهموا يعني في التاهيل ديال هادشي. انا كنعتقد اليوم المغرب بهذا يعني بهذا العمل اللي كيوجهوا بطبيعه الحال في المخطط يعني اولا في الميثاق الجديد للاستثمار وبالاليات اللي جا بها ديال الدعم وديال تشجيع الاستثمار، فهو كيمشي لان المغرب يولي واحد الوجهه يعني استثماريه، واحد المنطقه اللي فيها مناخ. ما أهمية دكتور الغزوي الاهتمام بالاستثمار الخاص؟ هذا موضوع شائك كذلك، هل هناك اليوم مقاربة واضحة لهذا الاستثمار الخاص؟ لأنه عندما نتحدث عن حالة المغربية هناك استثمارات كبيرة، ولكن تبقى علامة أكثر من علامة استفهام على مردودية هذا الاستثمار، كيف نحسن المردودية دكتور؟ اكيد هو اليوم المغرب عنده واحد الرغبه في انه يطور يعني المساهمه ديال الاستثمار الخاص في مجمل الاستثمار، لان كنعرفوا اليوم الاستثمار العمومي عنده واحد المساهمه كبيره يعني في الاستثمار في المغرب. اليوم المغرب عنده واحد الرغبه وواحد الامل او لا واحد الهدف
باش اننا نطوروا المساهمه ديال الاستثمار الخاص. وهذا هو علاش درنا الميثاق الجديد للاستثمار، هذا هو علاش يعني درنا واحد الاصلاحات تشريعيه وضريبيه اللي مهمه اللي كتشجعنا وكتقوي لنا هذا المناخ ديال الاعمال وكتجعلنا المغرب كوجهه استثماريه اساسيه. اليوم بطبيعه الحال هذا السؤال اللي طرحتيه الاستاذه هو مهم. اليوم هذا الاستثمار الخاص والنجاعه ديالو ومدى المساهمه ديالو في التشغيل في الحركيه الاقتصاديه سورتو في المجالات الترابيه فهو واحد التحدي كبير. اليوم مجموعه من يعني من المشاريع اللي حطات بالدعم ديال اللجنه يعني الوطنيه ديال الاستثمار واللي اليوم مازال ما اشتغلاتش، مازال ما خلقاتناش فرص الشغل او لا كتخلق لنا فرص الشغل ماشي مستدامه وماشي يعني عمل لائق. وبالتالي فهاد التحدي ديال المراقبه والتتبع والمواكبه، المواكبه ماشي نخلعوا المستثمر ولكن نواكبوه باش فعلا نحققوا هاد الاهداف اللي بغاها المغرب ديال ان يكون عندنا استثمار، يكون عندنا واحد الصادرات اللي كتساهم لنا يعني في اننا نقلصوا الميزان ديال العجز التجاري، يكون عندنا استثمار اللي كيساهم في التشغيل والتشغيل اللي هو مستدام، يكون عندنا استثمار كذلك اللي كيخلق لنا واحد الجاذبيه اقتصاديه في المجالات الترابيه. وهذا هو علاش من بين الاليات كذلك اللي جاتنا في يعني الميثاق الجديد هو ان يكون واحد الدعم جزافي في المناطق اللي هي عندها حدود او اقل من التنميه، المناطق اللي ما عندهاش جاذبيه اقتصاديه، باش فعلا يكون عندنا واحد التزييد عادي للاستثمار والدعم ديال الدوله اللي كيمشي لهذا الاستثمار الخاص باش يمكن انها تساهم في مختلف المناطق ديال المغرب بنسبه كبيره. وعلاش لا نوصلوا 50% من الاستثمار الخاص يعني في مجمل الاستثمار اللي كيدار في المغرب. طيب دكتور بوغاشي، أريد أن أختم بنقطة مهمة وتأتي في السياق الذي تفضل به الدكتور الغزوي. نحن نعاني من فوارق مجالية كبيرة، ما أهمية أن ننتبه إلى هذه النقطة وما أهمية تنزيل ورش الرقمنة وفيه كما تعرف رهان جوهري على تقليص هذه الفوارق واستفادة جميع مناطق المملكة من استثمار قوي ومن فرص عادلة أو تكاد تكون عادلة؟ طبيعي، وهذه من ضمن الفلسفة التي قام عليها ميثاق الاستثمار الجديد الذي لأول مرة يأتي بالبعد الترابي في دعم الاستثمار، لأن حاليا المستثمرين يعني ممكن أن نقول أنهم سيستفيدون من ثلاث أنواع من الدعم. هناك دعم موجه للاستثمار بشكل عام مهما كان نوع طبيعة الدعم، بالإضافة إلى هناك دعم إضافي في حالة إن كان هذا الاستثمار ذو أولوية، يعني يدخل ضمن المشاريع ذات الأولوية للمغرب. هذا بالإضافة إلى دعم ترابي من أجل تشجيع كما قلنا للشركات للتوجه نحو الجهات أقل حظا من التنمية. لكن هناك مجموعة من العقبات التي يعني لا زالت تواجه هذه المشاريع، لأن كما قلنا بأن هذه مشاريع يعني بعيدة المدى، لا يمكن أن الحديث عن آثارها يعني في المستوى القريب، لأن يعني تحتاج إلى استثمارات قبل الحديث عن الاستثمار الخاص. وهنا نتحدث خاصة عن الاستثمار المرتبط بالبنية التحتية، لأن على مستوى الشبكات الطرقية نعلم أن الشبكات الطرقية لا تمتد يعني خاصة نتحدث عن طرق السيارة مثلا، أنها لا تمتد على مستوى مختلف جهات المغرب، وبالتالي هناك مجهود لابد من بذله خاصة فك العزلة عن هذه الجهات الأقل حظا من التنمية. هذا بالإضافة كذلك إلى الأوراش الكبرى التي تم انطلاقها خاصة المرتبطة بالموانئ، خاصة نتحدث عن الميناء الذي بصدد إنشائه على مستوى الأقاليم الجنوبية. بالإضافة كذلك هناك طريق سريع إلى الأقاليم هو على مشاريع الانتهاء، وما سيساهم به من اجل ربط يعني المغرب باقاليمه الجنوبيه وكذلك ربط الاقاليم الشماليه بالاقاليم الجنوبيه، لان هذا الميناء من المفترض ان يكون هو البوابه على افريقيا وبالتالي يعني فتح يعني الاسواق الافريقيه. هذا بالاضافه كذلك الى الجانب المرتبط بالسكك الحديديه والمطارات، وبالتالي هذه منظومه يعني متكامله من اجل الحديث عن فك عزلة على هذه يعني المناطق، وبالتالي نتحدث عن تنمية. ماذا عن مشاكل التمويل دكتور؟ أنت تتحدث عن المشاريع الكبرى وعلى البنى التحتية وهي أغلفة مالية مهمة كذلك دكتور. طبيعي، وهنا نعود كذلك لقانون المالية سنة 2024 وكذلك القوانين السابقة سنة 23، وهنا نتحدث أن الحكومة صارت تستعمل أحد المصطلحات المرتبط بالاستدامة المالية أو استغلال الهوامش المالية. واستقرار المغرب دكتور وهذه التصنيفات الجيدة بالنسبة للمغرب مرتبطة كذلك بقدرة المغرب على الولوج إلى التمويل الداخلي والخارجي كذلك.
هنا ما يسمى باستغلال الهوامش الماليه. هو نتحدث عن استغلال الماليه هو المرتبطه بالاصلاح الضريبي، وبالتالي اعاده النظر في النفقات التي ليست لديها جدوى، وتحدثت على الجانب المرتبط بالاستثمار، وبالتالي ضروره خلق نوع من التعاقد بين المستثمر والدوله، وبالتالي الدعم مقابل شروط تعاقديه وليس دعم من اجل الدعم، وبالتالي هدر للمال العام. هذا بالإضافة إلى خلق يعني نظام ضريبي أكثر مردودية، هذا بالإضافة إلى التفكير كذلك حتى في أساليب تمويلية مبتكرة، وهنا نتحدث عن الشراكة بين قطاع عام خاص، بالإضافة إلى طرق تمويلية مبتكرة جديدة. شكرا جزيلا لك دكتور حسن البغاشي على كل ما تفضلت به. شكر موصول كذلك للدكتور منير الغزوي الذي كان معنا مباشرة من مصر. شكرا لكم مشاهدين على المتابعة، نلتقي بخير بإذن الله، وكل عام وحضراتكم بخير.